لورشر مدربة على الصيد حصرا، لذا فهو كلب سريع يشبه كلاب جراي هاوند، وهو بذكاء كلاب كولي، وبالتالي فإنك أمام كلب صيد قوي وذكي. هذه الصداقة غريبة، وذلك بسبب تاريخ التنافر الذي يجمع كلاب الصيد والثعالب. هناك بعض الكلاب التي تهاجم وتقتل الثعالب غريزياً، لا يمكنك توقع تصرفاتها، حيث يمكن أن يكون الكلب لطيفاً مع الهررة. بالتأكيد يكون الفرق كبيراً حين يكون الثعلب ضمن محيط آمن، والمنزل هو كذلك. لذا فإن كنت ضمن المحيط الآمن فهذا يعني أننا نثق بك، لأن البشر قد يسمحون للثعلب بدخول المنزل، وهذا يدل على الموافقة. يبدوان مضحكين لأن الثعلب صغير جداً. لا أصدق مدى لطف الجهة. انظر إلى أنيابهما. عض واحدة وسيقتله. أجل، أنت تنظف أذنيه؟ أنت لطيف معه، أليس كذلك يا جاك؟ قد يكون جاك لطيفاً مع الحيوانات الوحيدة. لقد أنقذت جاك أيضاً. كان سيتم قتله عندما أحضرت عجوز عدة جراء إلى الطبيب البيطري ولم يكن يتجاوز عمرها يوماً واحداً، وقالت له إنها بشعة ولا نريدها، هل يمكنك قتلها؟ من الجيد أن الطبيب البيطري لم يفعل ذلك، بل اتصل بي وأخبرني بالأمر. جاك سعيد، وهو يبين ذلك من خلال اللعب مع كوبر. كان جاك عاملاً مساعداً لكوبر، حيث إن الحيوانات الصغيرة تحتاج إلى رفاق لعب، وهي تحتاج إلى المطاردة والقفز، وعادة تقوم بذلك مع إخوتها. لكن جاك هو من لعب دور الشقيق الذي يلعب معه طوال الوقت لتقوية جسده ومساعدته في تحسين تنسيق الحركات وكل ما يحتاج إليه الحيوان. إن الحيوانات مرتبطة بمبدأ الشدة بشكل وثيق، يمكنك أن تلاحظ الشدة من خلال تصرفاتها، وأن تلاحظ كيف يقوم الثعلب بعضه، إلا أن الكلب يتعامل مع ذلك فوراً، وكأنه يزيحه جانباً لأن العضة كانت قوية، وكأنه يعبر له عن أن الشدة غير مسموح بها. ترى كيف تتطور الأمور نحو المشاكل في بعض الأحيان. قد تخاف حين ترى حجم أنيابها، لكن الأمر برمته مجرد لعب. ويمر الوقت، وكما الحال مع صداقات الصغار، فإن كلا الحيوانين سيذهب في سبيله متى وصل كوبر إلى مرحلة البلوغ. يمضي كوبر وقته الآن مع ثعلبين آخرين تم إنقاذهما، إضافة إلى جاك صديق صاحبه الوفي. مع اشتداد غريزة كوبر الخاصة بالثعالب، فإن ما يعتبره منطقة آمنة يتغير، وبالتالي سيغير المكان الذي يبيت فيه. لن نأخذ الحيوانين في جولات معا بعد الآن. كنا نجول في الحقول معا. مشكلة الثعالب هي أنها ليست حيوانات منزلية، لا يمكنك أن تجعلها تعتاد